كتاب، جيت المكتبة في مكتبة كوليزيوم، لقيت السيد محمد أحمد محجوب وهو رئيس الوزراء موجود نازل بنفسه عربيته، معاه السواق لابس البدلة البيضاء بتاعت الميري الرسمية، نزل بنفسه بيشتري جرايده ومجلاته من الكشك بتاع كوليزيوم وبيحاسب بنفسه ويرجع ايوه المجلات يركب زمان ذاك الحبوب نيوز ويك نيوز ويك، وكان واضح انه كان يعني غاري متابع. فتركت فينا اثر. مشينا المرحله الثانويه، الخرطوم الثانويه، الاستاذ محمد حسن احمد الحاج كان استاذ اللغه الانجليزيه، ايوه نعم، كان رجل طالع من الجامعه اداب، كان في الليترشر بيقري لنا الكتاب والروايات العالميه بصيغه تحبب الكتاب لك، يعني الرواية إذا فيها صوت أو بيتكلم الرجل يؤدي لك الأداء المسرحي بصوت رجل، إذا كان المتحدث أنثى الحوار يتحدث يعني بصوت الأنثى، إذا رجل كبير يتحدث بصوت الرجل الكبير، امرأة كبيرة بنفس الصوت، يعني حبب فينا التعامل مع الكتاب ولفت نظرنا للكتاب بدون ما يوجهنا له، فبقينا لنا علاقة حميمة جدا مع الكتاب في المرحلة الثانوية. 67 أنا اتعينت في بند اسمه بند الهندي او بند العطاله في مدني. مشيت مدني ونحن اولاد خرطوم، مشينا سبعه، فاشتغلت في حسابات المديريه مدني. الصباح بنطلع من ساكنين في حي ازرق، بنطلع بنمشي على الحسابات او المديريه على النيل. نخشى مكتبه اسمها مكتبه الفجر. صاحب الرجل جميل ودود اسمه الله يرحمه محمد سيد احمد. كان الجرايد بتصل الساعة 8 صباحا، بنشتريها بالبص السريع، تمشي تجيب تشتري جرايدك، لو اتأخرت ممكن ما تلقاها، ونحن كنا بين نارين يعني، نمشي الشغل 8 مواعيد والجرايد بتجي 8. فمشيت لعمك محمد احمد راجل وغور، قلت له يا عم محمد انا احنا ما جدات في البيت ودارين نشترك في الجرايد عشان بعد مرات لما نجي اخر اليوم يلقاها خلصت. قال لي ما عندك مانع يا ولدي، تعال اسمك منو؟ فتح لي دفتر، تذكروا حد دفتر الاستاذ اسمه، فتح الدفتر كتب اسمك، قلت له نور الهدى محمد، رفع عينه قال لي ليس مشايجية، قلت له اي نعم. فالراجل بوجود شديد جدا كتب اسمنا وبيوفر لنا جرايد. ذكر اشتريت منه انا اول كتاب اقتنيته كان الاغاني لابو الفرج الاصفهاني 24 مجلد الطبعه البيروتيه ب 12 جنيه، كان بيديني بالقسط بشتري منه كله، يعني بديه كله شهر 3 جنيه. وانا بعلاقتي مع الجرايد ومع عمك محمد بيجي بقعد تونس معاه، ورجل حبوب، ونحن قاعدين في مدني ما بنعرف فيها ناس، ما انغمسنا في الحياه الاجتماعيه بتاعتي لسه انا جداد، فبيجي يقعد معاه ويتونس معاه، ورجل حبوب جدا. في واحده من الجرايد قريت اعلان بتاع وظائف مساعديه من مكتب في الجامعه الاسلاميه، فمليت الطلب ورسلته الجامعه الاسلاميه بالبوسطه، اجراء عادي جدا. بعد كم يوم يعني الرد، البوسطة كانت بخيرة يعني الرد للمعاينة، شديت الرحالة للخرطوم، عملت معاينة، اجتزت المعاينة واتعينت مساعد أمين مكتب في جامعة الدرمان الإسلامية سنة شهر 10 67. طيب نحن نجيب في تعيينة في جامعة الدرمان الإسلامية، لكن النشر ده والمكتبات في السودان عندها تاريخ، يعني في تسلسل، عايزين نشوف من واقع تخصصك في المكتبات أول مكتبة وكانت وين وصاحبها منو وكان ناشر ولا موزع. السودان عرف المكتبات، يعني اول مكتبه قامت في السودان 1902 اللي هي سودان بوك شوب، قامت موازيه لجامعه الخرطوم او لكليه غردون، يعني أيوة، باعتبار انه توفر الكتاب الانجليزي والمراجع للخرطوم. لكن السودان عرف المطبعه قبل ده، يعني السودان عرف المطبعه في 1800 تقريبا 35، جاءت من مصر لانه مصر عرفتها 1821 بايام محمد علي، فكان نصيبنا مطبعه، يعني احنا بنسميها المطبعه الحجريه والاخوه المصريين بيسموها مطبعه البالوظه اللي هي حاسه موجوده في المتحف، في متحف بيت الخليفه، واستفاد منها غردون عمل كابوناته، واستفاد منها المهدي في رسائله، وكانت في منطقه اللي هي شرق القصر الجمهوري، منطقة المساحة يعني. وانتقلت لمدرمان بعد فتح الخرطوم وحاسه موجودة. الطريف في الأمر إنه الحكومة، حكومة الخليفة، كانت واعية لخطر المطبعة، لأن عملتها تحت إدارة الخليفة شخصيا. بتعين عليها
ابراهيم المطبعجي اللي هو اسره المطبعجي المشهوره في امدرمان، الاسم جاي لهم من المطبعه دي بالله. فاسره المطبعجي هي استمرت تدير المطبعه يعني من ناحيه بتاعت اداره تحت اشراف، كان فيها ورق وجلود وغيره وغيره. 1902 قامت اول مكتب في السودان، السودان بوك شوب. في احد السودانيين زي حز في نفسه انه تكون بس في مكتبه، وهي الاجانب كتب الانجليزي وبتاع ما يكون في مكتبه وطنيه. أيوة. عمل المكتبه الاهليه 1907 اللي هي في السوق. كرت فعل وطني موجوده كرت فعل. وانا كنت مندهش انه اخذت جاب اسم المكتبه الاهليه من وين؟ المكتبه الاهليه او كلمه الاهليه ما ظهرت في الادب السوداني الا ايام الخريجين ومؤتمر الخريجين. فهو جابها من مصر. عمل المكتبه دي اللي هو بشير الشيخ مضوي، عمل المكتبه دي، والمكتبه دي طبعت اول كتاب في السودان اللي هو طبقات والضيف الله. طبقات والضيف الله هو ده بيمثل اول كتاب سوداني طبع، وفي نفس الوقت بيمثل اول ناشر، لانه الاشرف على نشره وجمعه كان قاضي نزل المعاش، وعمل الكتاب ده اسمه ابراهيم صديق من ناس توتي، اهل المعاش في توتي، وكان قاضي. فقام عمل ده اعتمد على النسخه بتاعت البادراب، كان هو عنده زي 6 نسخ موجوده، ف راجع الكتاب ده وحققه وقام نشره سنه 29. نعم 29 ده اول كتاب ممكن نعتبره كتاب سوداني، والطبع الطبع في المطبعه في ميدان الازهر، وتوزع عن طريق المكتبه الاهليه 29. قامت مكتبات ثانيه في السودان، مثلا انا بتعرف ديمتري البازار اللي هو باعتبار انه الغنى والشرايط بتاع الاغاني، لكن ما معروف انه ابوه عمل مكتبه في الخرطوم 1921 اسمها مكتبه الخرطوم 1921. بعد ده قامت مكتبه ابى افتكر عندها اثر كبير اللي هي مكتبه النهضه لصاحبها الاستاذ ابو الريش، عباس ابو الريش، اللي هو قام في نفس العمل المكتبه سنه 29 وترجم كتابين مهمات جدا، واحد بتاع الم مرهد، الاثنين اللي هو النيل الازرق والنيل الازرق والنيل الابيض. ترجمهم وهو استاذ، ودي كانت يمكن المكتبه الثالثه في تاريخ السودان. قامت مكتبه في مدني محمد عثمان في خرطوم، محمد عثمان بدري اسمها دار الثقافه في باء امدرمان. الشيخ مضوي عنده شقيقه في مدني عمل مكتبه مضوي اللي هي الموجوده لحد هسه سنه 35. قامت مكتبه في مدني، ومكتبه في امدرمان الثقافه اللي هي حسن محل البنك دي كانت للاستاذ محمد عثمان بدري. قصاده تلقى هناك مكتبه دبوره في عطبره. جات فيما بعد حوالي 51، مكتبه الحريه 52 امدرمان. وبعدها قامت المكتبات وانتشرت بمختلف مسمياتها لحد ما ظهرت للوجود دار النشر جامعه الخرطوم سنه 62 باعتبار انها اكبر واهم دار نشر في السودان. دي قامت بمنحه من اليونسكو بمطبعه، الدول يوم منحه عملت مطبعه دار الخرطوم، في النهايه تطورت لدار نشر جامعه الخرطوم اللي هي بفتكرها واحده من الدور يعني الهامه جدا في تاريخ النشر، لانها نشرت كتب الاساتذه، نشرت كتب رسائل الدكتوره، وكانت الترقي للاساتذه قايم على البحوث والبحوث حقتهم العلميه. فاستمرت في نفس الوقت قدمت من يعني قدمت للشعب السوداني للمسلم السوداني كتب ذات قيمه، كتب قدمت صلاح ابراهيم، قدمت علي المك، قدمت بروفيسور عبد الله الطيب، عون الشريف، توفيق صالح جبريل، ابراهيم، قدمت ناس من اجل. كان اول يمكن مدير نشر لها كان البروفيسور او محمد ابراهيم الشوش. كان مدير سنه 73. بعدك جاء فيها الاستاذ فاتح معجوب، جاء بعده الاستاذ علي المك، بعده جاء الاستاذ الدكتور خالد مبارك، جاء بعده زهير حسن بابكر. انا علاقتي بدار النشر كنت في ده باخر مدير نشر كان فيها اللي هو الدكتور زهير حسن. لا لا، الفترة دي انت كلها عاصرت المدراء دي كلهم. انا اشتغلت من الشوش لحد انا اشتغلت في دار النشر 73، تحولت من الاسلامية لجامعة الخرطوم 73 كان مدير الشوش، استمريت فيها لحد 91 كان مدير الدكتور زهير حسن بابكر، وعلاقتي انقطعت ب دار النشر من الوقت ده. اسست مكتبه ثانيه او دار نشر ثانيه اللي هي دار الخرطوم. اللي هي كان شراكه ما بين المفروض تكون شراكه ما بيني انا وما بين زهير حسن بابكر وما بين بيت الثقافه. حصلت كميه بتاعت
اشياء ما في داعي لذكرها. المهم انتهت الشراكه دي بقى انه انا نفضت يدي من دار الخرطوم وطلعتها. و96 قدمت لاداره عزه كتصديق الدولي له 96، وبدات عزه تنشر ابتداء من 2001. وكان اول عمل لعزه كان للمغنين للشاعر المرحوم عمر الطيب الدوش، واداني له بعنوان انه والله انا كتابي ده ما داير منك حاجه، لكن دايره ما تغير لي فيه ولا نقطه. لا جدا ده التزامه. واستمرينا لحد ما حصلنا 527 عنوان الان. ايوه طيب، ال 527 عنوان دي يعني اصدرتهم دار عزه. انا تقريبا يعني من زباين دار عزه وبمشي باستمرار. انا لاحظت انه ما في وجوه جديدة، يعني هي إعادة لكتب الفكر السياسي السوداني، إعادة لوضع الرضي، سيد عبد العزيز، صالح أحمد إبراهيم، إلى حدود ما عبد الله علي إبراهيم. يعني ما في فيما عدا قليل وجوه جديدة وعناوين جديدة يعني بتاعت الجيل الجديد. يعني من الصعب انك كناشر تبدا تستثمر في اسماء جديده ما بدات يعني. فلما بدينا بعمر بعمر الطيب الدوش، وده كان اول ديوان له. ايوه بالرغم انه عمر كان اسم في مجال الشعر حسب الـ 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 نعم نوريه. قبل ما نتوقف في اجابتك دي، معانا على الخط الاستاذ الروائي عيسى الحلو. استاذ عيسى السلام عليكم. السلام ورحمة الله استاذ محمد. كيف حالك يا اخي؟ الله يخليك يا اخي، يديك العافية. نحن اليوم مستضيفين الاستاذ نور الهدى، محمد نور الهدى، بنتكلم عن الكتاب. نعم. وانا يعني بداية عهدي بالكتاب ده، انت كنت جزء كبير في تحبيبه لي يعني في الستينات والسبعينات. نعم. انت ككاتب شايف في فروق الآن ما بين الكتاب كنوع وكقيمة أدبية وفكرية وفلسفية بين زمان والليلة؟ يعني عايزينك تقدم لنا قراءة للفترة اللي أنت مثلا أصدرت فيها ريش الببغاء الرواية. شنو كانت المكتبات الموجودة ونوع الحراك الثقافي والادبي، رغم انه ما كان في انترنت وما كان في واتساب عشان ينقل الاخبار الادبيه والثقافيه لكن برضه كان في يعني اشتعال في الحركه دي يعني. فعايزين تنقل لنا الطقس ده. هو انا الاحظ عدد من الملاحظات، يعني اذا جرينا مقارنه سريعه ما بين ذاك الزمن وهذا الزمن، نجد ان الزمن الماضي كان فيه يعني الستينات تحديدا كانت فيها حيويه شديده جدا. نعم. رغم من شح الامكانات، رغم وجود التقنيات والاليات التي تصنع الثقافه بشكل سريع وبشكل يعني متين وقوي، الا ان تلك الحيويه كانت مرتبطه بظهور الحداثه الفكريه في تلك السنوات. نعم. فهذه الحداثه الفكريه شاعت في الوطن العربي من المحيط الى الخليج، واقترنت بحركه التحرر الوطني. نعم. وبناء الاوطان وهي مستقله، بناء الدول كدول حديثه. فهذا استنثر كل الطاقات الوطنيه في الكتابه. نعم. وفي طباعه الكتاب. رغم ان طباعه الكتاب كانت صعبه جدا. صعبه للغايه يعني كان. نعم. لكن رغم ذلك كانت يعني هذه الحيوية في الكتابة وفي القراءة وفرت مكتبات في الخرطوم يعني بشكل واسع أكثر من ما نراه الآن. نعم. فكنا نجد محطة مكتبة المحطة الوسطى، وأذكر أن صاحبها كان يدعى حامد. أيوة ده بتاع دار الآداب. أيوة ودار الآداب في الدرمان. أيوة. ومكتبة الكشك المشهور في شكوك كوريزيوم، ومكتبة آمون التي كانت يعني تأتي بالكتب الإنجليزية والفرنسية،
وتوفيرها بشكل يعني كان يومها يعني تقومها نخب الخرطوم. فكانت هنالك حيويه كبيره جدا. الكتاب كان رخيص جدا، يعني تجد كتاب يعني في مكتبه النهضه يا ابو الريش بتجد الكتاب يعني هو مغلف كفر يعني فيري هارد كفر ب 25 قرش و15 قرش. وكانت دور النشر الكبرى في ذلك الوقت زي المؤسسه المصريه للكتاب للثقافه والكتاب، يعني كان تطبع مجلات فخمه ومجلات فيها دراسات رصينه زي مجله الفكر المعاصر ومجله المجله ومجله فصول فيما بعد ومن العراق النقد الادبي واقلام ايوه واقلام جاليري 68 واعفاق عراقيه وكانت بيروت تاتي لدار الادب وشعير ايوه مجله الاداب البيروتيه المشهوره. نعم وكانت هنالك حيويه كبيره جدا، رغم ان ناشئه الكتاب وقت ذلك كانوا يطبعون لحسابهم الخاص. يعني انا طبعته وانا في 19 سنه طبعت ريش البابقاء من مال خاص. ايوه في بيروت ليوم الليله انا ما سددت النفقات المفروض تتسدد. كانت هنالك يعني جهود رغم الظروف الصعبه ورغم ان الصناعه صناعه الكتاب ذاتها لم تكن مزدهره كالان، لكن كانت في حيويه وكان المستهلك ذاته مستيقظ شديد. يعني القارئ كان على درجه لدرجه ان شاء ذاك القول الذي يقول ان القاهره وبيروت تطبع والخرطوم تقرا. نعم فكانت في حيويه يعني رهيبة. وكان أذكر أن الكاتب الراحل محمد مدني وهو صحفي كان في رحمة الله وقت ذاك، نعم كان وقت ذاك كان يكتشف العناوين الجديدة. وكان كل الأدباء الشباب في ذلك الوقت والناشئة الكتاب في ذلك الوقت كانوا يتلقون الأخبار ويتحدثون، وتجد محمد خير مع نور عثمان البكر مع صديق يعني كانت شبكه رغم ضعف الانتصارات في ذلك الوقت، لكن حقيقه الحيويه والحماسه الكانت موجوده داخل المبدعين كانت تجعل هذه الثقافه مشعه، الحركه الثقافيه كانت مشعه تماما. صحيح صحيح. يعني رغم انا افتكر برضه من الحاجات اللي اضعفت هسه حركه الكتاب اللي هي وسائل الاتصال الالكترونيه. بعدين الشبكات الفضائيه بتاعت التلفزيونات، يعني بعدين ظهور الثقافه الاستهلاكيه، لانه احنا كنا في فتره ما يسمى بالحداثه الثقافيه، يعني كان في جديه وفي اهتمام وفي تفاعل قوي. الان نحن نمر بفتره ما بعد الحداثه. ما بعد الحداثه هي انهيار تام لكل الادبيات الكبرى. ما ليست هناك نظريات أدبية كبيرة وليست هناك نظريات سياسية كبيرة. فهذا الانهيار أدى إلى انكماش حركة الفكر اللي هي قراءة وكتابة ومن ثم طباعة. صح. أنت يا أستاذ عيسى من المعروف عنك أنك من يعني من مخيم الحداثة. نعم. و يعني حتى صفحتك دي في الرأي العام اللي هي مسميها قوة الأشياء ده عنوان لسيمون دي بوفار. نعم. يعني واشتهرت ب بأنك كنت من قراء جان بول سارتر والبير كامو وقدمتهم انت لل نعم. بتاع. نعم. الآن الأسماء دي انحسرت خالص. نعم. هل ده لصعود تيار ما بعد الحداثة ولا في أسباب ثانية؟ لسبب انه طبعا الاحوال تغيرت، يعني من الحرب العالميه الثانيه الى الان حصلت حقيقه تغيرات كبيره جدا في الفكر السياسي، في الفكر الاقتصادي، في الفكر الاجتماعي، في الادب، في الفنون. يعني حصلت ثوره ثانيه، يعني لدرجه ان الامن صعب جدا ان تجد معيار يعني شامل كامل قاطع. يعني ليست هنالك فكره قاطعه، يعني هنالك المدارس واضحه، الافكار واضحه. صحيح. يعني دي يعني ممكن بسهوله نسميها مرحله ما بعد الايديولوجيا. نعم بالضبط. شكرا جزيلا استاذ عيسى على المساهمه. الله يبارك فيك. استاذ نور نحن حنناقش بعد ما ورد المحادثه اللي تلقيناها
او طلبناه للاستاذ عصر حلو لخص الازمه بتاعت انحسار الكتاب للتغيرات الفكريه والسياسيه والثقافيه في العالم. يعني لما يقول نهوض الكتاب كان في الاربعينات اقترن بصعود الفكر القومي، بصعود اليسار الماركسي، بصعود الفكر السياسي الاسلامي، حسن البنا وسيد قطب وهناك مجموعه كبيره جدا من الشوام روجوا للفكر الماركسي، حسين مروه وفي لبنان والكتاب المصريين، والصعود القومي في سوريا والعراق ميشيل عفلاق وكتاب اليسار القومي. استاذ عيسى بيفتكر انه نحن الان في مرحله ما بعد الحداثه وما بعد الايديولوجيا، وما في معالم فكريه وسياسيه واضحه ترفد المكتبات بشيء جديد. اصبحنا في حاله اجترار ابداعي وسياسي وفكري، ده على صعيد الكتاب. عايزين ناقش الاستاذ نور الهدى كناشر في مساله دخول وسيله اخرى من وسائل المكتبات اللي هي مكتب معروض ولا مطبوع، اللي هو النشر الالكتروني. تاثيره شنو على وضع المكتبه ودار النشر بالشكل التقليدي؟ انا شخصيا بفتكر انه النشر الالكتروني او وسائل التطور التكنولوجيا بتاعت الطباعه والاشياء دي كلها هي اضافه للنشر الورقي وليست خصم عليه. نعم. باعتبار انه اذا لينا مشينا في الدول المتقدمه او العالم الاول زي ما بيقولوا، بتجد انه ما زال الكتاب المطبوع موجود وما زال الناس بتقرا، برغم انه في كل بيت في نت، في كل بيت في اجهزه بتاعت اتصالات مختلفه متقدمه، لكن رغم ذلك هم بيقروا، تلقاهم في المترو بيقروا، تلقاهم في الاندر جراوند بيقروا، في الباصات بيقروا. القرايه عاده او تربيه مكتسبه، يعني انا اذا ربيت اولادي على القرايه وربيت الجيل على القرايه بتابع، بدليل انه النهارده ما زال الرجل، يعني الليله تجربتنا بتقودنا انه الرجال كبار السن هم الليله الموجودين في المكتبه هم اللي بيقروا من الكتاب. ليه؟ لانهم اتعودوا واتربوا على القرايه. نحن انقطعت مننا حصه المكتبه في المدرسه، انقطعت مننا الكتاب، والتربيه بتاعتنا بتاعت لاطفالنا انهم يتابعوا الكتاب ما موجوده، وبالتالي ظهر لنا جيل ما غاري او علاقته بالكتاب ضعيفه، انا ما ربيته على الكتاب، وبالتالي هو علاقته مع الكتاب ضعيفه، بقت في علاقته مع النت، علاقته مع الواتساب، علاقته مع الاشياء الاخرى. فهي في العالم حقيقه اضافه المفروض نستفيد منها، واستفدنا منها في تكنولوجيا الطباعه. يعني انا قبل كده كان عشان اطبع كتاب بحتاج الى 4 شهور. وبطبع كل حرف براو عشان اكون كلمه، وكل كلمه عشان اكون سطر، وكل 15 سطر عشان اكون صفحه. الليله الكتاب بالضبط بياخذ معي كان 4 شهور، الليل بياخذ 4 ساعات. ممكن طلع الكتاب في ساعتين. ففي المفروض نستفيد من التكنولوجيا بتاعت الاتصالات دي والتقدم ده، فانه نرفد المكتبات بمزيد من الكتب. فده ما افتكر انه خصم، انا افتكر انه اضافه وحقه نستفيد منه صح. نرجع اولادنا، نرجع المكتبه المدرسيه، نرجع حصه المكتبه، نرجع الجمعيه الادبيه عشان نطلع جيل قارئ. بدينا يعني في زمن الجامعات، في زمننا كان مثلا الليله اول محاضره ممكن يدوك ليها بعد الكشف الطبي وقبلوك طالب، اول محاضره بدوك لها كيفيه استعمال المكتبه. الليله انا عندي طلبه يتخرجوا من الجامعات ويكون ما قرا، ما خش مكتبه. في الوقت انه في الزمن ذاك انه الطالب بيحجز حتى في المكتبه، ويخد ديك الكراس حقه والقلم حقه والكتاب ويقول لك خط لي في المكتبه عشان يلقى لي مكان. ايوه. بجانب في اشياء اخرى اثرت، نوع القرايه اثرت. يعني زمان الاستاذ بيجي في المحاضره بقدم بكتب اسم الكتاب تكست بوك، وبكتب 4 5 كتب مساعده. ايوه صح. وبيلقى محاضرته وبيمشي، ما في حاجه اسمها شيت، ما في حاجه اسمها اختصار، ما في حاجه اسمها كتاب. تمشي المكتبه تشوف الهيد لاين اللي قال لك الاستاذ، تقوم توسع تجربتك من خلال ده. تنمو بالتالي بعد ذاك لما نجي اصحح لك، نعم اصحح للطالب، بشوف الطالب القرا كتاب واحد
انا كتبت المين تكست بوك ده بديه مقبول. القري لي الاربع كتب اللي حددتها له بديه جيد. لكن في الطالب القري الكتاب اللي انا حددته والاربع كتب ومشى المكتبه طلع لي كتب انا ما قريتها، انا استاذ وما قريتها، ده بكون ممتاز وده مشروع بتاع باحث او مشروع بتاع استاذ. فنوع القرايه بقت هي كان بتحدد نوع التدريس مختلف حسب بقى في حياتي مشيت. ما في زمان استاذ بيعمل شيت او بيعمل اختصار لكتابه تقول المحاضره تمشي الكتاب. فده اثر في عمليه القراءه واثر في حتى على مستوى الخريج. يعني حتى البحوث الليله بقت فيها تيتنج، يعني زول عمل بحث وشيلوا من النت وسلموا بنفسه للاستاذ ويجاز. يعني نحن محتاجين نعيد ده، نعيد الطالب الجامعي، نعده اعداد كويس عشان يجي، عشان كلنا بنشتكي منه والله التعليم الجامعي انحسر، التعليم الثانوي انحسر، مستوى التلاميذ ضعيف. انا محتاج اعيد تركيبه القرايه حقتي، تركيبه التعليم بتاعي عشان اطلع طالب بمستوى في ظل امكانيات كانت اقل. الناس بيقروا باللمبه ملين او بيقروا باللمبه المهديه، بيقروا في الشارع تحت عندنا الكهرباء. كانوا بيجيبوا بيعملوا بيطلع طالب مميز وبيطلع استاذ مميز. في ظل المتوفرات المعينيه الكثيره دي انا محتاج انه والله اعيد ترتيب المقررات، اعيد ترتيب التدريس عشان انا اطلع طالب مميز. وتوفرت كل شيء عشان الطالب يكون مميز. النشر الالكتروني الطالب اللي ما قادر يشتري كتاب ممكن يلقاه في النت، لكن يجب ان يعرف يستعمله كيف، ما عشان يطلع لي بحث ينقله لي، لا عشان يقرا الكتاب او يشوفه. نحن محتاجين حقيقه وقفه، ما نشتكي والله نقول والله التعليم بقى ضعيف، الطلبه مستواهم ضعيف، لا نحن نقيف ليه بقى مستواهم ضعيف؟ نعيده، نرجع حصه المكتب، ما تكلفنا حاجه، نحن عندنا حصه مكتب، نرجع حصه المكتب، نرجع الجمعيه الادبيه عشان انا اطلع طالب مميز. ما انا اقوم اتبكى عليه انه والله مستوى ضعيف. في اشكال ثاني برضه مرافق للمساله دي هي الغرسنه. يعني يجيبوا كتاب واحد ولا اثنين ويطلعوا منه مجموعه كبيره جدا من النسخ. في دي معانا الاستاذ الناقد الادبي والمحرر الثقافي الاستاذ محمد اسماعيل. استاذ محمد السلام عليكم. حبيته استاذ محمد خير. محمد خير، كيف حالك؟ الحمد لله بخير والله. جميل، نحن مستضيفين استاذ نور الهدى والكلام حول الكتاب والمكتبات والنشر. تحياتنا للاستاذ نور الهدى، طبعا ده الناشر الوحيد الاسي القابض على جمع النشر في السودان. نعم، فعايزين نتكلم في المحور بتاع الغرسنه، غرسنه الكتاب. وانت افتكر كان قبل يومين قدمت مداخلة في ندوة من ندوات الكتاب. نعم، عايزين نعمل إضاءة كده حول الغرسنة وخطورتها على مستقبل النشر. والله آثارها الاقتصادية طبعا، يعني واحدة من المشاكل الكبيرة جدا اللي قاعدين يعني يواجهها. لو رفعت صوتك شوية يا حمد. أيوه، واحدة من المشاكل الكبيرة جدا اللي قاعد يواجهها ال 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 الناشرين والمؤلفين طبعا هو مسألة قرصنة الكتاب أو تزوير الكتاب أو ضرب الكتاب. دي كلها تسميات معروفة للناس اللي شغالين في الاتجاه بتاع القرصنة ده. وحقيقة سوق مليء يعني بكتب مزورة وبتباع في وضح النهار. نعم، وبيعبر يعني جنبها الجميع من فيهم السلطات المرضيها ذات بمعاقبة الامر يعني. نعم، وده طبعا بيفجر العديد من الاسئله الاستاذ محمد خير. نعم، او عديد من التساؤلات. يعني ليه راجت الكتب المدوره مؤخرا؟ يعني لدرجه انه الكتاب المزور بقى بيضاهي الكتاب الاصلي اللي طالع من المطبع. طيب المساله دي يعني دور النشر او دور النشر في السودان او في الموضوع بتاع غرسنه الكتب ده طبعا هو موضوع خاص بنا نحن بس. هو منتشر في الوطن العربي، منتشر في كل معرض الكتاب في كم حته يعني. لكن السؤال هو يعني ما هي دور النشر السودانيه يعني في ظل هذا العبث؟ وما هو دور اتحاد الناشرين السودانيين في ظل هذه الفوضى؟ وما دور المصنفات الفنيه او الجهات المرضيه بمحاربه هذه الظاهره؟
يعني اتسع نطاق تجارة الكتب المدورة في السودان لسبب أساسي، هو نتيجة زيادة الاهتمام بالثقافة وبالقراءة. يعني بالإضافة لأنه الحالة الاقتصادية يعني بتخلت الكثيرين جدا ما يقدروا يستطيعوا انه يشتروا الكتاب من دور النشر لانه السعر بتاعه بيكون عالي جدا. القرصنة الكتب طبعا او تزوير الكتاب هو عنده اشكال كثيرة. ايوه يعني في شكل اولا القرصنة الكاملة، ده بياخذ الكتاب من المطبعة او الكتاب المنشور من دار النشر بالكامل وبينشره باسم دار النشر معين، يعني بيعيد طباعته بطبق الاصل من الكتاب المطروح في السوق. لكن المشكله وين؟ المشكله انه يعني الكتاب المدور ده بيطلع بخامات وبيصير يعني فيه يعني مرات بيكون في بعض من السطور بتكون مطموطة، في بعض ممكن تكون في صفحات كاملة ما لا يستطيع انك القاري او لا ما تقدر تقراها يعني. انا حقيقة بضع المسؤولية اولا على عاتق الجهات المطبقة للقانون والمنظمة لسوق بعد الكتب. يعني الناس قاعدين يعرضوا كتبهم في الارصفة في المنافذ المواقف بتاعت الاسواق، والله المفترض يتم عليه الرغابة يومية. وأنا عارف إنه القانون بيجرم تزوير الكتب، لكن عندنا مشكلة في التشريعات أو حتى العقوبات اللي قاعد تتم عليهم هي عقوبات يعني ضعيفة. عشان كده يعني بيجدوا تساهل وهي غرامات شحيحة يعني. فيجب مصادرة المكانات اللي بيتم بها تزوير الكتاب ده أولا يعني. كويس. اولا القرصنه دي في اشكال ثاني اللي هي ضربت قطاع النشر كله. يعني لم يعد من الممكن بدور نشر ان تطبع كميات كبيره يعني من الكتب. يعني زمان في السبعينات يا استاذ محمد خير وفي الثمانينات كما تذكر يعني في دور النشر كانت بتطبع 3000 من حدود 3000 2000 ونص. هسه دور النشر ما بتستطيع تطبع الا في حدود 1000 نسخه، بمعنى انه او حتى 500 نسخه يعني. يعني ده راجع لاول حاجه ارتفاع تكاليف الطباعه، ارتفاع انتاج الكتاب، وما زاد الازمه انه ظهرت ظاهره قرصنه الكتب وتزويرها يعني. جميل. طيب الظاهره دي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، يعني ظهرت هنالك مافيات أو يسمى مافيات. طبعا ظهرت ظاهرة غريبة جدا وهي يعني بتسطو على الحقوق التجارية ما عندها بها علاقة، يعني ما حددها. وعملية التزوير دي بتخترق المجتمع بالكامل. يعني إذا القاري ذاته بيمشي يشتري الكتاب المزور ده وذاته تحديدا بيشتري في عملية التزوير يعني السؤال كيف انتشرت الكتب المدورة ومنو بيدفع وراء ذلك يعني. تفتكر ده السؤال المهم المفروض يعني تطرح للأستاذ نور الهدى يعني. فأنا بفتكر إنه في بعض من الـ من الـ من الـ من الناس الشغالين في مجال قرصنة الكتب الكتاب هم بيستغلوا تحديدا معارض الكتاب طبعا، لأنه بتصدر إصدارات جديدة يكون في عناوين جديده باسعار عاليه وبيشتروها بعد ذلك بيقوموا يجربوها في السوق يعني. شكرا جزيلا استاذ محمد. نحن حنناقش مع الاستاذ نور الهدى بوصفه كناشر تاثيرات الغرصنه في اقتصاديات الكتاب هنا في السودان. شكرا جزيلا. دي مشكله حقيقه دي مشكلة. هي دي الآفة اللي ممكن تنهي دور النشر أو طباعة الكتاب في السودان أو لأنه يعني هي بالواضح هي عبارة عن سرقة
يعني نعم. انا بالنسبه لي اللي بيزور كتاب هو سرق، يعني سرق حقوق المؤلف، سرق حقوق الناشر، وبالتالي ادى حتى للقارئ سرقه، لانه اداه كتاب مطبوع طباعه رديئه، منتج ناقص صفحات، فيه كل العيوب بتاعت الصناعه لانه مصنوع بالسرقه. فدي ما في عندها علاج غير القانون. يعني في القانون بحرم ده، ونحن ماخذين على الاتفاقيه بتاعت الملكيه الفكريه، وهي دي جريمه في كل العالم، ما يعني محرمه وبيعاقبوا عليها. نحن محتاجين نفعل ده، محتاجين انه شرطه المصنفات الفنيه والادبيه تلقي تضع يدها على الكتب المقرصنه وتوقفها عن حدها. يعني محزن جدا انه في معرض زي معرض الخرطوم الدولي اللي هو واجهتنا يكون هو الكتاب المقرصن بيمثل جزء كبير جدا. يعني انا السنه اللي فاتت قلت في 50% من الكتاب المعروض هو كتاب مزور. فيجب ان نضع حد لده بالقانون. ويعني في الدول الخارجيه في اي معرض عالمي اذا في حد ناشر عرض كتاب واحد مزور بيقفلوا الجناح بتاعه في 24 ساعه. نحن محتاجين دفع في المعارض الدوليه، ما في كلام لده. كانت بتجينا الظاهره من مصر، يعني الناس بتطبع الكتاب في زي ما بيقولوا تحت بير السلم وتجيبه وهنا توصل للسودان ويخش بدون اي رغابه حقيقيه عليه. الحاصل القرصنه حسن انتقلت للسودان بتقدم تكنولوجيا بتاعت الطباعه، ويقدر يجيب له مكنه صغيرونه بتاعت ماستر اللي هي ماستر ماشين ب 40 50 الف، يجي يخطها في اقرب حته ويطبع منها كتب الناس. ده دي سرقه ابو شباب ما عندها اي سوق. وين يعني مفروش ولا بيجيبوها؟ مفروشه مفروشه حتى في المكتبات الكبيره موجوده. يعني موجوده في الرفوف المكتبات، موجوده على الارض، موجوده في المعارض، وبقت تسويق الكتاب المزور في مصر موجود في السودان. وتكلمنا كثير في ده، ومحتاج لمعالجه فعاله، ودي مسؤوليه المصنفات الفنيه والادبيه. لانه حسنا نحن زي ما قال الاستاذ محمد، نحن بقينا بدل ما نطبع الاف بنطبع 500 و1000، ودي بتنعكس سلبا على سعر الكتاب. لما اطبع من كتاب 500 بيكون سعره مضاعف. لما اطبع 3000 4000 انا بكون بالنسبه لي الكتاب سعره معقول فيه. لكن انا الليله كدار عز عنده قرابه ال 11 كتاب حايمه في المصنفات او حايمه في المكتبات في الوطن مفروشه. تزعل يا اخي الكتاب ده جبته من وين؟ يقول لك والله جابوا حد شايله. ليه اشتريت منه 50 نسخه واشتريت منه 20 نسخه؟ الحد منه؟ يقول لك ما بعرف. دي ما في النهايه ما مال مسروق، يعني بيتجرم ده. أيوه. الفارش وبيتجرم بتاع المكتبه، ولو جاب المصدر برضه انت بتجربه، لكن الاجراء ما شغال. يعني اصلا المصنفات ما متابعين ده، وده دورهم هم وتفعيل القانون، ما في حل غير ده. لكن دي كارثه في عام في في في, في مجال النشر، ودي بتنهي اخر امل لدور النشر انها تتطور. اذا نحن بنتكلم عن عندنا 380 340 مكتبه في الثمانينات، النهارده خرطوم كلها ما فيها 10 مكتبات. صح. يعني بيتكلم عن مكتبات حسنا احنا بنتذكرها وبنسترجع بنرجع تاريخ لورا. مكتبه المحطه الوسطى، مكتبه الاهليه، مكتبه يعني سلسله ذكرها يصلحوا له دي ما موجوده. مكتبات ما موجوده، بتتلاشى. كان في حتى مكتبات على مستوى الوزارات، مكتبه وزاره مكتبه المكتبات العامه ما موجوده. حتى وزاره الثقافه ما فيها مكتبه، يعني النجار بابه مخلع، وزاره الثقافه بنفسها ما فيها مكتبه. في الوقت انه زمان حتى في المديريه بحر فيها مكتبه، المكتبه العامه في درمان، المجلس القومي للاداوس عنده مكتبه، امريكان سنتر كلها كتاب، وبالتالي قراءه بقت ما في. يعني انا الطالب ما بيلقى حته يمشي لها، عشان كده تلقى الناس قاعدين في على شارع النيل في الشاي والقهوه. في الوقت انه اذا في مشكله كبيره، اذا في مكتبات، انا بحلم بمكتبه في الحي، بحلم في مكتبة عامة. الخرطوم ما فيها مكتبة عامة حسا. كمان في أكثر من 10 مكتبات عامة، المكتبة المركزية من درمان، بشير الريح، بريتش كاونسل، وين الخارجية، مكتبة المديرية، بحر المديرية كان فيها مكتبة. نحن محتاجين مكتبات. ومراكز الدراسات ذاتها كانت في كثيرة. لازم يكون في مكتبة. المدارس الموجودة دي، أي مدرسة يا أخي في حوش أعمل لكم 10 متر تبقى مكتبة. نحن مستعدين نوفر الكتاب، اللي يوفر لنا المباني. كدار كناشرين ناشرين عرب ناشرين سودانيين مستعدين نوفر الكتاب. اذا لقينا ده انا اللي يهمني ابني او اي طالب يلقى كتاب يقراه، بدل ما انا يكون بالنسبه لي ولدي يمشي يقعد في القهوه ولا يمشي يقعد في شارع النيل شارع الشاي. وفروا المكتبات العامه. بلد ما بتقرا ما بتتطور. صحيح صحيح. طيب استاذ نور الهدى، احنا اظن باقي لنا شويه 10 دقائق ولا كده، عايزين نتناول فيها بشكل سريع حاجات مهمة. يعني مثلا في جائزة البوكر للرواية،
دي جائزة سنوية وقيمتها كبيرة جدا، وبيتيح للروائي أنه تترجم روايته بأكثر من 4-5 لغات حية، وبتشرف يعني لجنة الجائزات على توزيع الكتاب مترجم، بالإضافة إلى انتشاره في الصحافة الأدبية، ودي بترشح لها المكتبات. يعني ما بيمشي الكاتب يرشح نفسه، لا، المكتبة هي اللي بترشحه أو دائرة النشر هو اللي بيرشحه. على مدى الجائزة دي اللي هي عمرها 12 سنة تقريبا الآن في النسخة العربية، دخل اللسة القصيرة رواية سوداني واحد اللي هو أمير تاج السر، وما دخل عن طريق دار نشر سوداني، دخل افتكر عن دار نشر عربي آخر. شنو انتو ودي جائزة ضخمة يعني، شنو انتو اللي عملتوه يعني رشحتوا أعمال روائية؟ الجائزات أو الجوائز العالمية دي تقديم لا يجب أن يتبع عبر دور النشر. حصل نحن قدمنا لأكثر من كاتب، أنا يعني قدمتها مثلا الباش بزق للأستاذ عبد الرحيم، قدمنا لكتارة، وقدمنا لجائزة البوكر. نحن ما قاعد نصل حتى الشورت ليست، لأنه واضح أنه لا 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 الجوائز دي الشورت ليست طبعا بتكون 56 رواية، واضح أنه الجوائز دي واقعة تحت يعني اعلام او سيطرة جهات اخرى، لانه ما بفتكر انه بدليل انه في احد حكام استغال بدليل، فبالتالي بفتكر انه هو من اللي ابداع هو الحقيقي هو التحكيم يعني. لكن في مؤثرات اخرى، نحن يعني حتى رواية مسيح دارفور الفازت بجائزة في فرنسا لعبد العزيز بركة ساكن، نحن طبعا مطبوعة هنا في السودان وحزرت. الباج بزوق قدمناها نحن ما وصلت لحد يعني زراعة الأماني الكاتبة وفاق برضو أنا قدمتها ما وصلت. فحتى جايز الشالة الأستاذ الدكتور بشر الفاضل في كتابه نحن نشرنا حكاية البيت التي ترفع عصافيرها قبل يمكن 12 سنة ما لقت الوضع ده، لكن ترجمت باللغة الإنجليزية فازت بجايزة. انا بترجمها والمسيح دارفور فاز برضه بالترجمه الانجليزيه. فنحن ما عندنا الاعلام اللي بيوصل المطبوعه او الكاتب لمستوى يعني يظهر في العالم يكون مرموق او يكون معروف، وده يمكن لانه يعني اذا رجعنا لبدري شويه احسان عباس هو اللي قدم على المك وصلاح ابراهيم قدم رجال نقاش، قدم طيب صالح قدم رجال نقاش. فنحن بالابداع اللي عندنا يعني التداخل الثقافي والموروث حقنا لازم طرف والتنوع ده ممكن يطلع مننا 20 مياده طيب صالح. لانه عندنا تنوع ثقافي واثني يعني ثري جدا. لكن وصولنا للجوائز العالميه دي لازم داير مسار اخر مدعوم من جهات اخرى، مدعوم باعلام، مدعوم بتواجدنا. نحن ذاتنا كمشينا الجوائز دي ما عندنا فيها حتى انسان او استاذ مشارك في التحقيق. صح. فنحن بعيد عنا زي ما الفنان بتاعنا برضه بعيد من القنوات العالميه بنفس القدر. اعلامنا قاصر من انه يوصل مبدعيننا رغم ان احنا عندنا مبدعين بقامات. والله يا نور الهدى يا اخي الكلام جميل والقضايا كثيره، لكن في حاجه اسمها الزمن. والزمن انتهى تماما، وانا شاكر لك كثير جدا على الاضاءات يا اخي. مرحبا بك، وانا اعتز جدا بتواجدينا الله يسلمك. نحن موجودين ان شاء الله عشان نخدم الغاري ونخدم الكاتب. ان شاء الله يعني المسيره تستمر في مجال الكتاب بهذا القدر. مشاهدينا الكرام، نصل لختام هذه الحلقه التي خصصناها للكتاب وصناعه الكتاب وتاثيرها.